هنايا كما كتشوفوا معايا كنضيفوا جوج ديال البيضات كنخلطو مزيان مزيان. هاد المرحله هادي مهمه بحيث ان البنان والبيض كينسجموا مع بعضياتهم كيعطيونا واحد لاكريم اللي مزيانه وكتكون عقده راسها شي شويه باش نقدروا يعني نطيبوها كيف ما بغينا. وهنايا كنزيد شويه ديال القرفه، هي اختياريه، بغيتو تزيدوها تزيدوها، ما بغيتوش على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا فضلت نزيدها باش تعطي واحد شويه ديال النكهه لهاد لي بانكيك هادو اللي بغينا نقادو. من بعد هنايا كناخد واحد المقيله وكندير فيها شويه ديال الزبده باش ما يتحرقش اليوم يلصقش هذاك البانكيك. كان تكون هاد المقله اللي غتكون سخونه من قبل، يعني مسخنينها مزيان. من بعد كنضيفوا هاد لي بانكيك على هاد الطريقه هادي. كناخذ مقله كبيره كنديروا فيها يعني غير واحد شويه، معلقه كبيره ديال هاد لاباط هادي، باش فاش نبغيو نقلبوها ما يتشتتش داكشي وتكون سهله في طريقه الطهي ديالها. كنحسبوا واحد تقريبا جوج تاع الدقائق، كنقيسوها من الجناب باش نشوفوا واش طابت ولا لا. من بعد كنقلبوا على هذه الطريقه كتكون تحمرات وكنخليوها في الفاص الثاني. على هذا الفاص الثاني هذا كنخليوها جوج ديال الدقائق. وكنفضل انكم تزيدوا شويه ديال السكر باش كيجي معسل، يعني هذه استوس تقدروا تزيدوها كيجي معسل فاش كتقلبوا كيكون يعني بحال كراميل وكيكون صراحه بنين بزاف.
ايه فوالا لي بانكيك ديالنا واجدين. صراحه ما كاينش مسهل من هذه الوصفه هذه. من بعد كنضيفوا يعني كما قلت لكم اللي بغيتو، دو شوكولا لو غير سكر بوحدو، بغيتو تزيدوا دي فروي كما بغيتو. انا كان متواجد عندي غير لي فريز، انا حطيت بحال هكا على الطريقه، كنزيد شويه ديال السكر كما كتشوفوا، ومن بعد كنضيف شويه ديال العسل اختياريه كما بغيتو، يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو. الوصفه ديال اليوم وصلت للنهايه ديالها. كنقول لكم شكرا لكم بزاف ديال التتبع ديال هذا الفيديو هذا، ونتمنى انه يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.